والله أول ما لبسوني يعني حسيت حالي مخنوقة وإنه يعني انزعجت كتير وقلهم ما بدي ألبس بس ما بيخلوني، قلوا لي إنه لازم تلبسي، الكلهم عم يلبسوا. والله مرات إنه بس يخطفوا إنه أشلح ما ألبس، قلوا لي قدام الأخوة ما تطلعين هيك وما بعرف شو، بس أشلح كل ما أشوفهم مختفيين أشلح. بس والله هلا جيت وشلحتهم وحرقتهم وخلصت منهم والحمد لله، يا ريت اقدر انه يجيبوا لي داعش واحرقه مثل ما حرقت لبسي. اي مع الكل طلعنا امبارحه وقالوا لنا الاخوه انه السياره جاهزه اطلعوا، قلت لهم انه قالوا لي بتطلعين، الاخ مو موجود انت معه، قلت لهم لا بدي اطلع، هو قال لي انه خلص انت حره وين ما بدك روحي روحي عند أهلي، قد قطعين وين ما بدك روحي روحي. جهزت حالي وطلعت معاهم، بعد ما وصلنا بالليل اختفيت من عندهم وجيت عند الفكيكة وسلمت حالي.